ما معنى الجمع؟ الجمع بمعنى أن يحمل كل حديث على معنى لا يعارض المعنى معنى الحديث الآخر، فيحمل هذا الحديث يفسر بمعنى ويكون هذا المعنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر. وسيأتي معنا في كلام الشارح رحمه الله ذكر لنا مثالا لذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. ظاهر هذين الحديثين، أولا نريد أن نقول هل يمكن أن يوجد حديثان متعارضان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة لا. طيب ما الدليل؟ القرآن كله. طيب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لو كان من عند الله أو ما دام أنه من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافا لا كثير ولا قليل، والسنة النبوية هي وحي ولا لا؟ إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف تفترض أنه سيوجد حديثان متعارضان؟ التعارض في الظاهر يعني في الذهن، أنت تظن أنهما متعارضان، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجد حديثان متعارضان في الظاهر فالأصل محاولة الجمع بينهما. وكما ذكرنا الجمع يعني حمل الحديث على معنى لا يعارض الحديث الآخر. ذكرنا مثال، قلنا حديث لا عدوى، هذا نفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى بالمرض، يعني لا يعدي شيء شيئا، يعني لا ينتقل، ظاهر هذا الحديث لا ينتقل المرض من شخص مصاب إلى شخص سليم. تمام. ومعنى حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالفرار خشية ماذا؟ خشية أن نصاب بالجذام لمخالطتنا للمجذوم، إذن هناك عدوى ولا لا؟ طيب كأن الحديث الأول يقول لا عدوى، والحديث الثاني توجد عدوى، هذان في الظاهر. أيضا حديث لا يوردن ممرض على مصح، الممرض يعني صاحب الإبل المريضة، لا يوردن ممرض يعني إبله هذا التقدير على مصح. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل المريضة بأن يرد بها على صاحب الإبل الصحيحة؟ خشية انتقال المرض. هذان إذن حديثان متعارضان في الظاهر. أهل العلم جمعوا بين هذين الحديثين بأنواع من الجمع سنذكرها الآن. قالوا بعض أهل العلم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي في ذاتها، يعني لا يوجد شيء في الدنيا قادر على أن يعديك بنفسه، إنما تنتقل العدوى بإيش؟ بأمر الله جل وعلا. ولهذا حملوا حديث لا عدوى على نفي العدوى بذاتها، والحديث الآخر لا يردن ممرض على مصح وفر من المجذوم فيه إثبات أن المخالطة سبب للعدوى لكن بأمر من؟ بأمر الله جل وعلا. فكأن الحديث الأول يقول لا عدوى مستقلة، والحديث الآخر يقول توجد عدوى لكن بأمر الله. هل هذان الحديثان ما زالا متعارضين؟ ها؟ زال التعارض. بأي شيء زال التعارض؟ بأن حملنا الحديث الأول على معنى لا يخالف المعنى المذكور للحديث الآخر.